الرحمن الرحيم، هنكمل كلامنا على محاضرة الـ 2 View Geometry، وهنبدأ نتكلم على الـ Epipolar Geometry. هي الألفاظ شوية هتكون غلسة، ولكن بعد ما نتعود عليها نلاقي الموضوع مفهوش يعني حاجة أكتر من إن احنا نعرف المسميات ونعرف إيه معناها. طيب بسم الله. بالنسبة للـ Epipolar Geometry، احنا نتخيل عندك نقطة في 3D اسمها الـ P، والنقطة دي ليها اتنين projections، واحد في الكاميرا اللي على الشمال وهنشوف هو كان زمان بنسميه اكس، وهنا كنا بنسميه في الناحيه اليمين كنا بنسميه اكس داش. عندي اتنين هنا origins، واحد للكاميرا اللي على الشمال سميها او، واحد للكاميرا اليمين اسمها او داش. وادي الايمج بلين بتاع الصوره اللي على الشمال، وادي الايمج بلين بتاع الصوره اللي على اليمين. كويس. الخط اللي بيوصل بتوين التو كاميرا سنترز بيسموه البيز لاين. يبقى دلوقتي عندي 2 image planes وعندي 2 camera centers. الخط اللي بيوصل between 2 camera centers بيسموه baseline، ودي حاجة مهمة نعرف المسميات علشان الدنيا تمشي يعني ان شاء الله بإذن الله. كويس. الخط اللي هو البروجيكشن بتاع O داش على الامج بلين بتاعة اللي على الشمال بيسميه E، ودي بيسميه EP pole. يبقى انت لو عندك الO داش دي نقطة موجودة في وورلد، في 3D وورلد اللي هي الكاميرا سنتر اللي على اليمين، لما تعمل لها بروجيكشن على الكاميرا اللي على الشمال هيبقى هتتقطع في النقطة اللي اسمها E، والنقطة اسمها E دي بيسموها الإي بي بول. وطبعا عارفين إن بالتبعية هيكون عندك نقطة تانية اسمها E داش اللي هي الإي بي بول، اللي هو عبارة عن بروجيكشن بتاع الأو على الصورة اللي على اليمين. يبقى البروجيكشن بتاع الأو داش على الصورة اللي على الشمال هيسموه E، والبروجيكشن بتاع الأو على الصورة اللي على اليمين هيسموه E داش. ودول بيسموهم AP poles، ده بتاع الكاميرا اللي على الشمال، ده بتاع الكاميرا اللي على اليمين. ونلاحظ ان الاي والاي داش والاو والاو داش موجودين على نفس الخط اللي هو البيز لاين. طيب البلين اللي موجود عليه النقطه في 3D والاثنين كاميرا سنترز بنسميه AP polar plane، بنسميه AP polar plane. كويس. عندنا كمان 2 AP polar lines، واحد اسمه L وواحد تاني اسمه L داش. الاي بي بولر لاين هو الانترسكشن بتاع الاي بي بولر بلين، الاي بي بولر بلين اللي هو الاصفر مع الامج بلين اللي هو الجراي، هيجيب لك اي بي بولر لاين. والانترسكشن بتوين الامج بلين اللي هو لونه اصفر مع الجراي اللي هو الامج بلين هيجيب لك L داش في الصوره اللي عندي. طب السؤال بقى دلوقتي، النقطه اللي اسمها بي هتعمل كام اي بي بولر بلين؟ تمام، النقطه اللي اسمها بي هتعمل 1 اي بي بولر بلين. طب وعدد النقط اللي موجوده في الورلد مثلا سي عندي 3 نقط، يبقى عندي 3 اي بي بولر بلينز، كل واحد منهم خاص بنقطه، واحده اسمها بي واحده اسمها ال واحده اسمها كي. اي عدد من النقط كل واحده منهم هيكون لها سيبريت اي بي بولر بلين. طب ايه الحاجه الكومن بين كل الاي بي بولر بلينز دول؟ تمام مظبوط، البيز لاين هيكون البيز لاين اللي هو الخط اللي يوصل او داش، ده بيكون موجود في كل ايه الاي بولر بلينز، الاي بي بولر بلينز. نبدا نسال بقى الاسئله بتاعتنا. وات از ذيس اللي هو الاصفر ده بيسموه اي بي بولر بلين. تمام. وات از ذيس ده بيسموه الاي بي بولر لاين اللي هو الانترسكشن بين الاي بولر بلين والايمج بلين. طب وات از ذيس بيسموه الاي بي بول، ده اللي هو البروجكشن بتاع او داش على الايمج بلين بتاعت اللي هي الصوره الشمال دي. وات از ذيس ده طبعا كان بنسميه البيز لاين. طيب ايه يا ترى بقى دلوقتي لو انت عندك نقطه اسمها اكس، لو انت عندك نقطه اسمها اكس، فاتفقنا قبل كده ان كل البوينتس الموجوده على الري اللي واصل بين او وبي ينفع يحصل لهم بروجكشن على نقطه اسمها اكس. طيب ايه الحاجه المهمه جدا بالنسبه لنا بالنسبه لنقطه اسمها بي؟ ان الكورسبوندنس بتاعت اكس في الايمج اللي على اليمين هتكون موجوده فين؟ حد فينا يقدر يقول؟ لازم تكون موجوده على الايبي بولر لاين، لازم تكون موجوده على الايبي بولر لاين اللي اسمه ال داش. فدلوقتي اي ماتش للاكس هتكون موجوده على الايبي بولر لاين اللي اسمه ال داش. طب ماشي، استفدنا ايه يعني؟ لا استفدنا كتير، استفدنا كتير. ان انت دلوقتي لما كنا بنعمل ماتشنج مثلا زي بالسيفت الجوريزم والكلام ده، كنا بنحسب الصوره الشمال نطلع لها فيتشر ديتكشن 1000 فيتشر او اكتر، والصوره على اليمين فيها 1000 فيتشر او اكتر، بعد كده احسب
correspondence between كل فيتشر من السطور على الشمال مع كل فيتشر من السطور على اليمين. انا دلوقتي بقول لك لا ما تعملش الكلام ده، هو لو الصورتين دول بينهم ريليشن، هما بينهم بيز لاين، كل اللي عليك انك تدور على correspondence بتاعت اكس اللي اسمها اكس داش في الايبيبولر لاين بدل ما بتدور في كل الايمج بلين اللي موجوده في الصوره اللي على اليمين. يبقى دلوقتي الفوكس بتاعنا هيكون ايه؟ ان انا الماتش بتاعت اكس هلاقيها على اللاين اللي اسمه ال داش. خد بالك ان ال داش ده هيتغير لو كانت النقطه نفسها الكوردينت ساعتها اتغيرت، الايبيبولر لاين بتاعها بيتغير معاها. يعني الايبيبولر بلين ده اللي بيوصل البي والاو والاو داش، ده اسمه ايبيبولر بلين. وطبعا لو البي اتغيرت معنى كده هيجي لك ديفرنت بلين. بس هو بيشتركوا في ايه كل البلينز دي؟ اه بيشتركوا، تمام مظبوط صح، بيشتركوا في البيز لاين عشان البيز لاين هو اللي بيوصل الاو داش مع بعض. جميل. يبقى البوتنشال ماتشز فور اكس لاي اون ذا ايبيبولر لاين ال داش. طيب خلينا نشوف ذا بوينت اكس اون ذا ليفت ايمج maps to point another point x dash on the right image. ولكن ال potential matches هتكون كلها موجودة على ال dash. ال baselines connects the center of projection O للكاميرا على الشمال والcenter of projection O dash للكاميرا اللي على اليمين. an epipolar line في left image هو ال L maps to ال L عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال intersection between epipolar plane I'm sorry. ال epipolar line اللي هو ال L in the left image maps to ال epipole in the right image. لا مش امال ايه؟ ال L اه لا صح، ال epipolar line اللي هو ال L على الشمال دوت maps to ال كل ال points اسمها x dash هتروح فين؟ على اليمين. an epipole E is a projection of the center of projection اللي هو ال image plane O dash on the image plane. All epipolar lines intersects at the epipole. عندنا نوعين من الكاميرات، حاجة اسمها converging cameras. converging cameras ان هما الكاميرتين بيبصوا على بعض كده كأنهم بيكونفرجوا. ادي هنا انت خدت بالك center of projection هيكون جاي هنا والcenter of projection هيكون جاي هنا، في حاجة common في النص ما بينهم هنا بيبصوا عليها، فكأن الكاميرتين بيقربوا من بعض. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان النقطه اللي هي النقطه اللي هي فوق اللي انا بشاور عليها دي اللي هي هذه النقطه، لو انت عايز تعرف لها الكورسبوندنسز بتاعتها في الصوره اللي على اليمين هيكونوا موجودين فين؟ هيكونوا موجودين على الايبيبولر لاين ال داش، هيكون هو الشكل ده الخط الفوقاني ده. طيب والنقطه الثانيه دي الكورسبوندنس بتاعتها هتكون موجوده فين؟ هتكون موجودة على اللاين الثاني، والثالث على اللاين الثالث، والرابعة على اللاين الرابع. طيب لو انت عايز تعرف الانترسكشن بتاع الاي بي بولر لاينز، اتفقنا ان هم اللي هو كل الالز دي هتتقابل فين؟ هتتقابل في الاي بي بول. اعمل ايه عشان اجيبهم؟ اوصل الخطوط دي اللي هي بتانترسكت ان شاء الله مع بعضها في الاي بي بول ويطلع حاجة بره السور. يبقى الاي بي بول بتاعنا اللي هي نقطة انترسكشن بين الاي بي بولر لاينز مش لازم يكون موجود عندك على الصوره، احنا هنا في الرسمه فوق للتوضيح هتظهر لك على الصوره. طب يا ترى ايه البلينز اللي هو رسمهم دول؟ ادي بلين وادي انذر بلين اللي هو الداش دو انذر بلين اللي هو دوتد. اه كل بلين من دول ده خاص بايه؟ خاص بانذر بوينت. ادي في بوينت كانت عندي هنا في المكان دوت، وبوينت كانت موجوده في المكان ده، وبوينت كانت موجوده في المكان دوت. فكل واحد منهم هيدي لك ديفرنت اي بي بول اي بولر لاين اللي هي تروح هنا في اي مكان وتروح هناك في اي مكان. وعشان كده عندنا ايه مالتيبل ايبولار بلينز، بس زي ما احنا شايفين ان هو مشتركين في مين الخط يوصل او واو داش، ده بيسموه البيز لاين. يبقى البيز لاين هو الحاجه الوحيده المشتركه في هذه الحاله ما بين الايبولار بلينز، وكل ايبولار بلين خاص بنقطه من النقط. لو كانت الكاميراز بارلل، لو كانت الكاميراز بارلل فبيحصل حاجه انترستنج جدا، ان البولر لاينز هيحصل لهم في بارل لبعض، فالانترسكشن بتاعهم هيحصل في الانفينيتي. فالاي بول بتاع البارلل كاميراز بيكون في الانفينيتي. بس في حاجه ظريفه جدا لما يكون ان البارلل كاميراز، معناها ان انت لو انت عايز تعرف الماتش بتاع النقطه دي عامل ازاي،
كل اللي عليك انك تعمل ستريت لاين، ستريت لاين، ها مش زي حتى اللاين المفروض ما يكونش كده. ايوه المفروض يكون خط بالشكل ده، خط ستريت ما يكونش في اي ميل. ايوه المفروض يكون كده، ده الخط اللي المفروض يكون السرعه شويه، السرعه اليمين. لو انت عندك اي نقطه هنا فالماتش بتاعها هيكون موجود على نقطه موازيه برضو ليها في النقطه اللي على اليمين بالنسبه لك. طيب ونفس الكلام ده لكل النقط. فمعنى كده ايه؟ انك بتدور في ستريت لاينز، وحتى وده اسهل لك بكتير، ان هو سكان لاين عمال تبص عليه، مش يعني الواي بتاعته ثابته، الواي بتاعته بتكون ثابته، فالواي بتاعته بتكون ثابته، النقطه اللي هتماشي هنا هتكون موجوده على نفس الواي. فده بالنسبه لنا حاجه ظريفه جدا، ان كل الفرق هيكون فين؟ في الاكس، صح. تمام، معنى كده ان في سبيشال كيس ان البارالل كاميراز، لما انا حتى بدور على الكورسبوندنج فيتشر من الاكس في الصوره اللي على الشمال، عايز اشوف لها مين الكورسبوندنج ليها في الصوره اليمين اسمه اكس داش، في عندنا حاجه انترستنج جدا، ان لو كانت الكاميراز كانت بارالل فده بيسهل عليك الماتشنج جدا، انك بتسيرش في ستريت لاين له نفس الواي بتاع البيكسل اللي في الصوره اللي على اليمين اللي على الشمال، يبقى الصوره الشمال واليمين هيكونوا مشتركين نفس الواي، الواي مش هتغير لو كان بارلل كاميرا. هو ناخد بالنا بس من حاجه، ان الصور اللي موجوده في السلايدز دي هنا شكلها معمول لها ووربنج قبل كده، واخدين بالنا شكل الصوره معمول لها ووربنج قبل كده؟ The polar constraint is important for stereo vision. Stereo vision هنتكلم عليه بتفصيل المحاضره رقم 11، هي مش حتى في الفيديو ده خالص. التاسك ماتش بوينت ان ذا ليفت ايمج تو ذا بوينت ان ذا رايت ايمج، ان البوينت اللي في اللفت دي عايز ادور لها الكورسبوندنس في رايت ايمج. هاو وود يو دو ات؟ ايوه هنستغل بقى الايبيبولار جيومتري، ان النقطه اللي اسمها اكس هتروح تماب ل 1 بوينت اسمها اكس داش، والاكس داش دي لازم تكون موجوده على اللاين اللي بيسموه الايبيبولار لاين. تمام جدا، يبقى نحل المساله دي ازاي؟ الايبيبولار كونسترين هيريديوس السيرش تو ا سنجل لاين انستيد اوف سيرشنج فين؟ في البيكسلز كلهم، كل البيكسلز كانوا المفروض ان هم سبوزدلي تو بي تيستد، ولكن في هذه الحاله مش هنتست كل البيكسلز اللي عندنا، ده شيء عظيم جدا. طب هاو تو كومبيوت الايبيبولار لاين؟ ايوه صح مظبوط، لازم نشوف بقى ايه ازاي اعمل المابنج اللي ماب لي الاكس يوديها لي للاين اللي هو سميناه ال داش، ازاي تروح من اكس ل ال داش. ايوه هنعمل بقى ايه؟ سام ماتريكس ترانسفورميشن، وهنسميه الاسينشال ماتريكس. فالاسينشال ماتريكس شغلتها انها تنقل، ها ايوه، تجيب الريليشن بتوين اكس وال داش. جميل، نرجع تاني نفتكر البولار كونسترين. البولار كونسترين ايه هو؟ البولار كونسترين المطلوب اسمها اكس ليها وليها ماتش، لازم يكون موجود على اللاين اللي اسمه ال داش، واللي هو ال داش ده يكون عليه كل البوسيبيليتيز بتاعتك. ايوه تمام، هنعمل بقى جيفن ا بوينت ان وان ايمج مالتيبلاينج باي ذا اسينشال ماتريكس ويل تيل اس ذا ايبيبولار لاين ان ذا سكند فيو. لو انت عايز تجيب ال داش اللي هو فين هلاقي اكس في السكند فيو، تقوم ضارب الاكس اللي هي الفيتشر الاصليه اللي انت بتدور لها على الماتشز، هي دي، تضربها في مين؟ في الماتريكس اللي اسمها اي من الشمال. طب الاسينشال ماتريكس اللي اسمها اي دي بتشكلها من كام؟ الدايمنشناليتي بتاعتها كام في كام؟ ايوه نعرف بالظبط كده. الاسينشال ماتريكس لازم تكون 3 في 3. طب لازم تكون 3 في 3 ليه؟ لان انا بشتغل على الاكس. طب والاكس اصلا دي 2 دايمنشنز؟ لا، بنشتغل على الهوموجينيوس كووردينتس، يبقى الاكس بتاعتنا عباره عن اكس وواي واحد، والاي ماتريكس 3 في 3، نضرب الماتريكس 3 في 3 في الاكس تجيب منها ال داش. فهنا الماتريكس الاسينشال ماتريكس از 3 باي 3 ماتريكس ذات انكودز ايبيبولار جيومتري جيفن ا بوينت ان وان ايمج مالتيبلاينج باي ذا اسينشال ماتريكس ويل تيل اس ذا ايبيبولار لاين ان ذا سكند فيو. يبقى الحل بتاعنا دلوقتي هاو تو جيت الاي ماتريكس، هيفكرك تاني، يرجعك خطوه للورا، يفكرك ولسه قايل لنا الكلام ده من شويه النهارده في الفيديو رقم 3، لسه قلناه ان الدوت برودكت، لو عندك اثنين برودكتس اورثوجونال على بعض لازم الدوت برودكت بين تو اورثوجونال فيكتورز يكون بيساوي الزيرو، عشان كده سي في الاي بتساوي صفر والسي في البي برضو بتساوي صفر. وافتكر كمان ان الكروس برودكت بيجيب لك فيكتور عمودي على الاثنين فيكتورز اللي هم مضروبين في بعض. لو خدت ايه فيكتور؟
عملت له كروس برودكت مع فيكتور بي هيرجع لك فيكتور ثالث اسمه سي، وسي ده بريدكتور على الاثنين في نفس الوقت. الكروس برودكت واحنا قلنا احنا نحفظها، بس هي ليها طريقه ان الاي كروس برودكت بي ممكن يتكتب على ان هو ماتريكس مالتيبليكيشن. الماتريكس مالتيبليكيشن عباره عن سكيو سيمتريك ماتريكس، بتحط عليها صفار على الدياجونال، بعد كده ماينس اي 3 واي 2 وماينس اي 1 وتعكسهم وتقلب اشارتهم اكروس الدياجونال. والفورم بتاعه الاي كروس برودكت بي ات كان بي ريتن از اي از ا ماتريكس كروس سبسكريبت بي. دي معناها ايه؟ معناها انه بالظبط كانه بيعمل ايه كروس برودكت بي، ولكن دي انذر واي فور رايتنج الكروس برودكت. ايه الفايده ان انا اكتب الكروس برودكت بالشكل ده؟ اصل الماتريكس مالتيبليكيشن ماتريكس 3 في 3 دي هتسهل لنا شغلنا كمان شويه صغيرين، اتفقنا؟ فبيقول لك معادله الاي بي بولر لاين. الاي بولر لاين ده عباره عن ايه؟ عباره عن معادله خطيه ان هو اي وبي وسي، الاي في الاكس زائد بي في الواي زائد سي بتساوي صفر. ادي معادله الاي بي بولر لاين. يبقى دلوقتي ادي معادله الاي بي بولر لاين، تقدر تكتبها في الفيكتور فورم ان ال بتساوي ايه وبي وسي، ويبقى كده مفيش اي مشكله بالنسبه لنا ان احنا نفهم يعني ايه ان انا بضرب الاي ماتريكس. احنا كنا بنضرب الاي ماتريكس في الاكس ترجع لك ال، معنى كده جبت ماتريكس 3 في 3 ضربتها في اكس واي واحد ترجع لك ال اللي هو ايه وبي وسي، ده اللي هو مين؟ ده معادله الخط اللي بنسميه الاي بي بولر لاين. طيب في حاجة interesting بالنسبة لنا، لو أنا قلت لك X transpose في L، X transpose في L هيبقى شكله عامل إزاي؟ X transpose في L هتساوي صفر. طب ليه X transpose في L هتساوي صفر؟ ده السؤال اللي أنت محتاج تعرف إجابته. آدي الفيكتور اللي اسمه X من هنا لهنا، من أول X ده كده الفيكتور اسمه X، وادي الفيكتور اللي اسمه ال، ادي الفيكتور اللي اسمه ال. فالفيكتور اللي اسمه اكس والفيكتور اللي اسمه ال موجودين في نفس البلين، فالدوت برودكت بتاعهم طلع بيساوي صفر. اهو ادي الاو اكس، الفيكتور بريزنتنج ذا لاين نورمال اورثوجونال تو ذا بلين، ده اللي هو ال هيبقى اسمه اي وبي وسي، وفيكتور بريزنت از ا بوينت انسايد ذا بلين اللي هو الفيكتور بتاع الاكس. فالاو والاكس والال هيكونوا ايه؟ عموديين على بعض. فالفيكتور اسمه ال دوت برودكت مع اكس ترانسبوز هيساوي هو في الحقيقه اكس ترانسبوز هي دي دوت برودكت، هي دي دوت برودكت. انت عندك فيكتور اكس وفيكتور ال وعايز تحسب دوت برودكت بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. طيب انت عندك اكس ترانسبوز في ال بتساوي صفر، اند اي في اكس بتساوي ال داش، اي في اكس بتساوي ال داش، وادي اكس ترانسبوز، ادي اكس الفيكتور اسمه اكس، اكس ترانسبوز في ال هتساوي زيرو. طب نحط الاثنين ايكويشنز دول مع بعض، انت ممكن تشيل لا هو ما حطهمش في بعض، هو قال طب قال دلوقتي لو قال لك اكس داش ترانسبوز في اي في اكس هتساوي كام؟ هو ده السؤال انت عايز تعرف اجابته. خلينا نشوف اكس ترانسبوز داش في اي في اكس. طب انت خدت بالك ان اي في اكس هي نفسها ال داش؟ مظبوط، اي في اكس نفسها ال داش، واكس ترانسبوز اكس داش ترانسبوز في ال داش هي نفسها زي اكس ترانسبوز في ال، فيبقى اكس داش ترانسبوز في اي في الاكس بتساوي صفر. طب هو ليه اصلا بيروح يدور على اكس داش ترانسبوز في اي في اكس عشان يشوفها بتساوي صفر ولا ما بتساويش صفر؟ خد بالك من حاجه، ان هو عنده اوريدي الماتشز استابليشد، وانا عارف ان اكس بتماتش اكس داش، والانون هو مين؟ الانون هو الاي، مش هو عارف الاي وعايز يشوف ال داش. يعني هو مساله مش ان هو معاه الاي وعايز يجيب ال داش، لو معاك الاي تعرف تجيب ال داش او تعرف تجيب ال، مفيش مشكله بالنسبه لنا. لو معاك الاي تضرب الاكس الاي في الاكس هترجع ال داش، مفيش اي مشكله بالنسبه لك، الموضوع بمنتهى البساطه. لكن هي مشكله اصلا انت معاكش الاي اساسا، بس انا معايا كورسبوندنسز، معايا ان اكس داش ترانسبوز في اي في الاكس هتساوي اكس داش ترانسبوز في ال داش، معنى كده اكس داش ترانسبوز في ال داش هتساوي زيرو. يبقى انت بقى في عندك ايه؟ معايا الاكس والاكس داش وفاضل لك الاي انونز. طب نيجي نحل بقى الاسينشال ماتريكس زي ما كنا بنحل الهوموجرافي. وات از ذا ديفرنس بتوين ذا اسينشال ماتريكس اند الهوموجرافي؟ الاثنين بوث 3 3 ماتريكس، ولكن ايه المابنج اللي بيحصل؟ في الهوموجرافي انا كنت بماب اكس داش واكس، انا بجيب relation between point to point. الاسينشال ماتريكس مش بتماب point to point، الاسينشال ماتريكس بتماب